بسم الله. ده برنامج سهل وبسيط ومجاني واوبن سورس، وفيه كل حاجة حلوة تعايزها. بيعمل ايه؟ بيحتفظ في الذاكرة عنده بكل البرامتر وكل الفاميلي اللي موجودة، كل حاجة في المشروع. وبعد كده تقدر تيجي في أي وقت وتروح قايل له قارن اللي بين اللي موجود دلوقتي واللي كان موجود ساعة لما خدنا الصورة. ممكن تاخد كذا سناب شوت أو تاخد كذا حاجة تتذكرها. يعني دلوقتي نقول له قارن بين اللي موجود قبل كده واللي موجود حاليا، وقول لي إذا كان في تعديلات أو في حاجة جديدة أو في حاجة اتلغت. فيبدأ يقارن بين الحاجات اللي موجودة والحاجات اللي كانت موجودة قبل كده. يبدأ يجيب لي العناصر إذا كان في أي تعديل، في أي حاجة اتغيرت. إذا كانت في حاجة جديدة بيديها لون أخضر، حاجة اتلغت بيديها لون أحمر. أقدر أرتبهم مثلا بحسب الأدوار. ده ملف الداينامو والفكرة بتاعته معمولة إزاي. وكالعادة كل اللينكات اللي انت هتحتاجها هتلاقيها في وصف الفيديو، بحيث تقدر تشوف كمية التعديلات اللي حصلت في الموديل في الفترة اللي فاتت وتعرف ايه التعديلات اللي حصلت.